صباح الخير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023. بشرفني رحب بضيفي بالاستوديو الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي استاذ علي حجازي. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني ربما أهم البدايات هو الحديث عن هذه التضحيات، عن الشهادة خاصة بالجسم الإعلامي. بالأمس استشهاد الزميلين في قناة الميادين فرح عمر وربيع المعماري والمواطن حسين عقيل، أيضا طائرة مسيرة استهدفت الزملاء بشكل مباشر. طبعا يعني ننحني أمام عظمة الزملاء بنقل الواقع، بس هل قد صار العدو الإسرائيلي يخشى كلمة الحق، يخشى نقل الواقع الذي يعني يوثق لإجرامه ولمجازره؟ يعني بعد الرحمة على أرواح الشهداء الراحلة فرع عمر وربيع المعماري وحسين عقيل المواطن المدني اللي كان برفقت هون، الإشكالية الكبرى أن هذا العدو في هذه المرحلة يتحكم به مجموعة من المجانين. كلنا يعلم أن هذا الكيان يتحكم بمصيره اليوم مجموعة من المتطرفين الذين يعني استخدموا أساسا مجموعة من التوصيفات خلال الحرب تدلل على حجم الجنون الذي يتحكم بعقولهم، مثل الدعوة إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، أو توصيف الناس في غزة بأنهم حيوانات، علما أنه هذا التوصيف ينطبق على المجرم، على القاتل، على السفاح، على أمثال هؤلاء الوزراء. وكان واضحا أن الاستهداف لم يستثني أي مكان، سواء كان مستشفى أو مدرسة أو كنيسة أو جامع أو جهة إعلامية أو أي أمر آخر. للأسف هذا العدو يعني تجاوز في هذه الحرب كل الخطوط الحمراء، ويبدو وكأنه لا يخجل من ارتكاباته، مستندا إلى ماذا؟ مستندا إلى غطاء أمريكي مطلق، مستندا إلى مشاركة فرنسية عبر عنها الرئيس الفرنسي في أكثر من محطة، إلى غطاء أوروبي باستثناء بعض الدول التي عبرت عن مواقف قالت فيها أنها لا تقبل بمثل هذه الجرائم، وأيضا مستندا للأسف إلى مضمون بيان قمة عربية إسلامية جاء بشكل لا يتناسب أبدا لا مع الحدث ولا مع طبيعة ما يجري ولا بمستوى طموحات أي عربي، لأن هناك بعض الدول العربية التي اتخذت من التطبيع خيارا لها، وهناك بعض الدول العربية التي قال عنها وزير خارجية العدو الصهيوني أنها دعتهم إلى القضاء على حماس وتتواصل معهم بهدوء. أن تستهدف الميادين فهذا طبيعي، لأن قناة الميادين شكلت في الآونة الأخيرة قلقا كبيرا للعدو الصهيوني، ربطا بنجاحها بنقل الصورة الحقيقية لما يجري أولا داخل فلسطين المحتلة، وثانيا لما يجري على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. كان يراد إلغاء هذه الصورة، كان يراد تشويه هذه الحقيقة. الميادين لم تسهم لا في إلغاء الصورة ولا في تشويه الحقيقة، وتحديدا على جبهة جنوب لبنان. حيث بعض الإعلام العربي للأسف الذي يدعي مناصرته للمقاومة يحاول تسخيف حقيقة ما يجري على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضا بعض الإعلام العربي يحاول أن مثلا كلنا يتذكر أن رويترز لم تسمي قاتل مصورها. صحيح. بعض الإعلام العربي يعطي مساحة أكبر للناطقين باسم الجيش الصهيوني وللمسؤولين الصهاينة أكثر مما يعطي لقيادات المقاومة. من هنا جاء استهداف الميادين أيضا سابقا بقرار خلينا نسميه مدني عبر إلغاء أو إغلاق مكتبها في داخل فلسطين المحتلة وحجز المعدات، والبارحة جاء الاستهداف المقصود والمباشر لقناة الميادين ولفريقها الإعلامي، لأن الكل يدرك، كل الزملاء في الإعلام يدركون
أن هذه النقطة نقطة كان يتواجد فيها الإعلام منذ البداية، وتحديدا صحيح. قناة الميادين صحيح. اتخذت من هذا المكان نقطة لها، لا تتواجد هذه النقطة إلى جانب منطقة عمليات عسكرية، وبالتالي حتى يتزرع العدو بأن هذه النقطة نقطة عسكرية وكان الهدف استهداف النقطة العسكرية وهم تواجدوا في المكان الخاطئ. إنما معروف عن هذه النقطة أن الصحفيين هي منطقة مفتوحة أساسا، والصحفيين يستخدمونها وتحديدا الميادين. على أي حال هذه ضريبة الوقوف إلى جانب المقاومة، إلى جانب فلسطين، إلى جانب كل حر في هذا العالم، وجميعنا معرضون في أي لحظة، لأن هذه المعركة كان واضحا فيها أن لا يوجد معايير، لا يوجد ضوابط لدى العدو الصهيوني، يقتل ليقتل، نعم. يجزر ليجزر، يفتعل المجازر، يفتعل المذابح. عداد الشهداء حين نراه كيف يرتفع يوميا بالمئات، ندرك أن هذا العدو للأسف لم يكن هناك رادح حقيقي له، إلا طبعا المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان. لأن في الوقت الذي كان هناك من يستشهد من الإعلاميين على طريق فلسطين، على طريق القدس، كان هناك من يعتصم مع إعلامية استقبلت أفيخاي أدرعي. إنها التفاهة، إنها السخافة. هؤلاء السخفاء الذين يعتقدون أنهم يصطنعون من أنفسهم أبطال بهذه الوقفات وتغريدات ومقالات وبيانات تضامنية. أنتم مين؟ أنتم مجموعة من التافهين، أنتم مجموعة من صغار الإعلاميين، أنتم لا شيء، لا أحد يقيم لكم وزنا ولا أحد يقيم لكم حجما، أنتم لا شيء لا شيء. والاعتقاد أن هناك من يريد أن يقتلهم، أنتم مين؟ أنتم مجموعة من الناس التي تعتاش على الفتن، أنتم مجموعة من الناس التي تعتاش على التطبيع، على التسويق للتطبيع، وبالتالي حجزتم لأنفسكم أماكن لأنكم كنتم تشتموننا. بالمناسبة هناك كسر في هذا البلد، وحاليا هيدي الظاهرة جديدة تبع بعض من يسمون إعلاميين وإعلاميات، هودي لولا المقاومة ما لهم محل، هودي حجزوا أماكنهم نتيجة عدائهم المفرط المقاومة. والبعض منهم للأسف ينزعج حينما نطلق عليه توصيف عميل ويتهمنا بأننا نتهمه بأنه عميل. نحن لا نتهمه، هو عميل. في معركة فلسطين هناك من يعتقد أنه هي بتشبه يعني قدرة الواحد منا على الاختيار بين لون ولون، لا وجود للحياد. إما مع فلسطين، وإما بدها تكون مع فلسطين، بدها تكون مع فلسطين بحذافير الكلمة، بتجنيد كل الزخائر أبدا يعني. أو إما تكون مع العدو الصهيوني. حينما تلمح أو حينما تعبر عن تضامن هنا مع المقاومة ولا تعبر عن تضامن مع المقاومة هناك، أنت صهيوني، أنت صهيوني. حينما توصف شهداء هنا بأنهم شهداء، وتوصف هنا شهداء بأنهم ضحايا وقتلى، أنت صهيوني. حينما تشكك بوجود معركة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، أنت صهيوني. حينما تعتقد أنك تستطيع أن تسخف أو تقلل من أهمية المعركة التي تجري على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، ولو كنت أنت مع المقاومة في غزة إلى أعلى 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 المستويات، أنت صهيوني. حينما تشكك بأهمية الدماء أو تسأل لماذا هذه الدماء، أولا هذه الدماء يا حبيبي مش دماءك، هذه دمائنا. وهؤلاء الشباب الذين ارتقوا شهداء، هؤلاء مؤمنون بالطريق الذي سلكوه. وهودي أنا بدي أقول لك شغلي، نحن ندرك جيدا أنك أنت مع الصهيوني متعاطف، نحن ندرك جيدا أنك بالعام 2006 كنت مع الصهيوني تتعاطف، وكنت تصفق للطائرات الصهيونية، وكنت تراهن على سحق المقاومة. وبالتالي أنا أدعو بشكل واضح إلى الخروج من منطق تدوير الزوايا بموضوع فلسطين، بموضوع المعركة الحاصلة. يعني أنا لدي لائحة هؤلاء، يعني مثلا قرأت اليوم بيان
تافه. نعم. يسمى ما بعرف. حدا اللي بترشح كل مرة انتخاباته بيسقط، وكان يعمل نائب بس بأيام السوريين هو والدته. فارس سعيد عطول بنسى اسمه. نعم. عمل بيان مرافع عن دوره هو بموضوع فلسطين، وانه هو ضامن هون والضامن هون والضامن هون. حبيبي فارس، انت في المقلب الاخر، انت لست مع المقاومة في لبنان، ولست مع المقاومة في فلسطين، ولست مع المقاومة في اي مكان من الامكنة. المقاومة تعرفك جيدا، سواء في لبنان او في فلسطين. انتم حينما ذهبتم الى فلسطين ذهبتم في إطار محاولة خلق فتنة بين المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان والدولة في سوريا. راهنتم على موقف يومها اتخذته حماس ضد الدولة في سوريا، وبالتالي أنت يستحيل في يوم من الأيام أن نصدق أنك أنت متعاطف مع فلسطين أو مع المقاومة. لا تعذب حالك، لا تطلعوا بيانات، لا تعملوا اعتصامات. ليش يا استاذ علي؟ ما الانسان ممكن يقيم كلام. يعني ممكن يقيم مسار. حينما تقول مسيرة. امل اننا مع المقاومه تقدم شهداء وتفتح سجل تاريخ لها. حينما يقول الحزب القومي نحن مع المقاومه يفتح سجله ويدلل. حينما يقول حزب البعث اننا مع المقاومه يفتح سجله ويدلل. حينما تقول جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية أننا مع المقاومة، الحزب الشيوعي وكل القوى والقوميين والصحيح والجماعة الإسلامية مؤخرا وقوات الفجر والتنظيم الشعبي المصري، كل حركات المقاومة بتفتح دليل وبتقول هنا 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 هنا. نحن كحزب بعث عربي اشتراكي نحن فينا نقول نحن نفذنا 14 عملية استشهادية ضد العدو الصهيوني، وبالتالي لا نحتاج إلى دليل. أما هم تتراكم الأدلة حول انحيازهم إلى العدو الصهيوني، ومشهد 2006 والتجمع حول كونداليزا رايس وتناول الصندويشات يومتها. يعني هل أتحجمكم صندويشي؟ ما بقدر أمحي من ذاكرتي. برجع بقلك إذا جينا هلأ نحكي باللعبة الداخلية اللبنانية وبتشكيل الحكومة وبالانتخابات النيابية، بقلك أنه هني شركاء ولازم نحن وياهن وهذا البلد لا يحكم من طرف، وأتفهم كل هذا الكلام. أما بموضوع فلسطين لا لا، ما فينا. موضوع المقاومة ما فينا. في ناس تختص كل يوم لأن المقاومة في لبنان عبرت عن موقف حقيقي بالدم بالسلاح بالنار بالشهداء بالتضحيات أنها مع فلسطين. نعم. يعني تخيلي مثلا أنه واحد مجرم سفاح قاتل طالع بعفو عام حمل يوما ما بندقية إسرائيلية يوصف، وطبعا هلأ بس تقولي هاو ما ضروري تقولي سمير جعجع، الناس لحالة بتعرف، طالع يتهم أنه ما تقوم به المقاومة على الحدود هي تنقيرات. يعني مفتكر أن المقاومة عندها سخافة تشبه سخافته. يعني إنه سمير جعجع يا رجل، أنت ما بتقدر، أنت وين؟ أنت معروف الصفات يا أستاذ علي. هيدي يعني الأصوات يعني للأسف يعني إنجاز 2000 لا يزال يتردد أنه إسرائيل هي التي انسحبت ولا استحد الضربات الموجعة على المقاومة ب 2006 اللي حضرتك عم تتفضل فيه واليوم. ولكن يعني هيدا الموضوع بحاجة دايما يعني منقول اللي حضرتك عم تتفضل فيه كتير مزبوط، لا مكان للحياد، يعني يا أما نكون أو لا نكون، ولكن كمان هذا البلد بحاجة لترتيب إعادة تشكيل هيدي الهوية الوطنية. على كل حال نحن اليوم عيد الاستقلال، اليوم عيد الاستقلال كمان يا أستاذ علي. صح عيد الاستقلال، بس اللي بيحتفلوا أو اللي بيعتبروا هذا الاستقلال استقلال ما خصهم بمفهوم الاستقلال، واللي بيعتبروا أنه الاستقلال صنع لنا الحرية والسيادة، هني لا لهم عليه لا بالحرية ولا بالسيادة. هني عندهم سيادة بسمنة وسيادة بزيت. الاستقلال الحقيقي هو للمقاومين الذين قاتلوا أولا المستعمر الفرنسي وقاتلوا لاحقا المحتل الصهيوني. هودي هني الاستقلاليين الحقيقيين، هودي هني مشروع الاستقلال بالبلد، هودي هني الناس اللي حفظوا كرامة هذا البلد، هودي اللي هني ما خلونا نخرج من الاستعمار الفرنسي ونوقع إلى الأبد بالاحتلال الصهيوني. أنت برأيك لو لم يكن هناك فريق في لبنان، سميه فريق 8 أدار، سميه فريق الممانعة، سميه محور المقاومة، سميه بدك إياه، أنه كان في حدا من الطرف الآخر يفكر بتحرير جنوب لبنان الزملك؟ لا، بالعكس كانوا مسرورين أن هناك حواجز صهيونية وكانوا يتمنون أن تبقى في بيروت.
برجع بقول التاريخ لا يزور، ونحن تترتب علينا مسؤولية تاريخية كوجوه تظهر على الإعلام، منا من موقع مسؤولية سياسية، منا من موقع صحافي، منا من موقع إعلامي، أن لا نحفظ للأجيال القادمة تاريخ مزور، أن لا نحاول أن نقدم هدايا مجانية أو شهادات مجانية حول بعض الجهات السياسية، أن نقول لأبنائنا وللأجيال القادمة أن فلان عميل وفلان ليس عميل، أن فلان قاتل لأجل فلسطين وأن فلان قاتل مع الصهاينة، أن فلان أطلق النار على دبابة صهيونية وأن فلان جاء على ظهر دبابة صهيونية. ما بيصير نحن بقدر أنا بلعبة انتخابات أعمل حركة ما تشبه الحركة اللي عملها وليد جنبلاط لما جاب فراس حمدان نائب ولما جاب مارك داو نائب، يعني بقدر أعمل أنا كذبة أني أنا ثورة ومعارضة وكون أنا جزء من منظومة المصارف، يعني عم يعملوها نواب. هلأ هون لأن لا تأثير لهم بمجريات الحياة السياسية اللبنانية بتقطع، بس بموضوع فلسطين وموضوع الصراع العربي الإسرائيلي وموضوع المقاومة وموضوع المواجهة ما بقدر أنا اجي البس كفوف واقعد دور زوايا ليه مع فلسطين ومع المقاومة. بالمناسبة في كتار قال بيعتبروا انه هن يحرجونا حينما يسألونا لماذا هذا القتال في جنوب لبنان، من اجل ماذا يا اخي؟ من اجل فلسطين، من اجل شعب فلسطين، من اجل المقاومة في فلسطين، من اجل هذه الأمة العربية الواحدة يلي يفترض ان تكون كلها في خدمة فلسطين وفي خدمة الشعب الفلسطيني وإلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني. لا بدي اخلق لك مبرر ولا بدي اخلق لك أي شيء يقنعك أنه أنا ليش أطلق النار في جنوب لبنان. نحن نقاتل لأجل فلسطين علناً وعلى رأس الصفح، ونحن نعبر عن موقف بالسلاح وبالدم وبالشهداء وبالتضحيات دفاعاً عن فلسطين، ومدعوين جميعاً كأحزاب منا وجر إلى أن نكون شركاء مع المقاومة نصرة لفلسطين ولشعب فلسطين. ما بدي أخلق أنا لحدا مبررات، لأنه أنا عم شوف بعض الزملاء بعض الأصدقاء بعض أنه يعني عم بيحاول يخلق مبررات. تبرير شو؟ نحن مع فلسطين علنا وعلى رأس السطح، ونحن نقاتل لأجل فلسطين ونقاتل لأجل الشعب الفلسطيني ونقاتل لأجل غزة ونصرة لغزة بوجه كل هذا العدوان. يا أخي استحضر الصهاينة الأمريكيين والأوروبيين والعالم كله ضد حماس وضد فلسطين وضد الجهاد وضد غزة. صحيح. كيف نحن كعرب علينا أن نخلي مسؤوليتنا من الدفاع عن فلسطين؟ شو يعني قومية عربية؟ شو يعني أن نكون عروبيين؟ شو يعني الموقف العربي الواحد؟ أنه أنا بجي بصفق للمقاومة في فلسطين وبقول لهم الله ينصركم، أم أقدم حتى تاريخ اليوم 76 شهيد بعد إتصار الرقم أو 78، لأنه مبارح في شهداء التقوا صار يا 76 يا 78، وأقدم يعني عشرات الشهداء المواطنين، وأقدم زملاء من عصام عبد الله إلى فرع عمر إلى ربيع المعماري. صحيح. وأقدم جرحى لم يعلن لأنه المقاومة لا تعلن عن جرحاها. هكذا أكون مع فلسطين، والتاريخ سيسجل أنه مين من وقف مع فلسطين بوجه أعتى حرب. يعني هذا الذي يجري في غزة يشبه نكبة 48. صحيح. يشبه نكبة 48، مشروع الترانسفير، مشروع الترحيل، مشروع التهجير، القتل الغير مسبوق. سيسجل التاريخ، شاء من شاء وأبى من أبى، شاء الوطنيين الأحرار المقاومين وأبى العملاء والمطبعين وصغار الكتبة وصغار الإعلاميين وصغار السياسيين. وقف مع فلسطين موقف الشجعان لبنان، اليمن، سوريا، العراق، إيران. العراق الذي تستهدف مقاومته في كل يوم القواعد الأمريكية، سوريا التي يستهدف فيها في كل يوم القواعد الأمريكية، اليمن التي تجرأت على تنفيذ عملية لا أعتقد أن هناك كسر في هذه الأمة، وإن كانت أيا تكن مواقعهم يجرؤون على اتخاذ مثل هذا القرار بحز السفينة. أما إيران فلا أعتقد أن أحد يستطيع أن يشكك بدور إيران وفضلها على كل دول المنطقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصهيوني. بس للأسف وين صار بدنا شهادات؟ من مين؟ من سمير جعجع،
من مين؟ من الموظفين في قنوات التطبيع. من مين؟ من أعداء المقاومة. من مين؟ من الذين جلسوا مع كونداليزا رايس بالألفين وستة. من مين؟ من الذين وضعوا أجندة أو شروط على الصهيوني وقالوا له عليك أن تستكمل حربك على المقاومة في لبنان عام 2006. بالألفين وستة هناك لبنانيين طلبوا من الصهاينة أن يستكملوا حربهم. هناك لبنانيين تأسفوا أنه كان على إسرائيل أن تستمر بحربها أسبوع إضافي لأن المقاومة كان باعتقادهم أنها بدأت تضعف. هناك لبنانيين يتواصلون اليوم مع هذا العدو ويعتبرون أنه عليه أن لا يفوت فرصة هذا الإجماع الدولي وبالتالي عليه أن يذهب بحرب نحو لبنان. وأنا بسألهم بيحكوا عن الدمار والتدمير بالألفين وستة وين دمرت مناطقكم؟ ما حيدها أساسا وهذا دليل كافي. ليش حيدها الإسرائيلي بالألفين وستة؟ فيكم تخبرونا ليه؟ ويعيبون اليوم ومدي أقولها ومنزعجون اليوم من مين؟ من جمهور رفيق الحريري. ليه؟ لأن هذا الجمهور عبر عن موقف قال فيه حينما تكون المعركة مع فلسطين فنحن مع فلسطين، حينما تكون المعركة مع حينما تكون هذه المعركة مع العدو الصهيوني أيا يكن من يطلق النار فنحن معه، سواء كان يمنيا أو عراقيا أو سوريا أو فلسطينيا أو لبنانيا. رح يجنوا، لأنه هذا المجرم الذي قتل رشيد كرامي كان يعتقد أنه يستطيع خطف الشارع السني في لبنان المؤيد لتيار المستقبل وياخدوا تيار المستقبل وياخدوا على المحل اللي هو فيه. اجوا قالوا له لا. حتى موقف وليد جملاب بغض النظر عن أسبابه بالحد الأدنى هذا الموقف فاجأهم. صحيح طبعا هيدا موقف يعني جد متقدم ويعني معروف الحزب التقدم الاشتراكي استاذ علي. نعم. يعني كمان بالعروبة والحديث عن المقاومة الفلسطينية والمقاومة في لبنان ما كان يتأخر رغم يعني التباين بالمواقف السياسية الداخلية. على كل حال نحن ما بدي أسألك سؤال طويل لأن بدنا نفوت على مسألة الهدنة اللي تم الاتفاق عليها في غزة وبدنا نحكي أكثر عن الجبهة اللبنانية انطلاقا من حديث جالانت ولحزب الله لأنه عم يطلب منه أنه لا تحولوا جنوب لبنان إلى شمال قطاع غزة ولا تخاطروا ببيروت من أجل إيران من أجل طهران. واليوم أيضا يصل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت بعد شوي يمكن يصل على بيروت. كل هيدي رح نحكي فيها إذا سمحت لنا بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا. نبرح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم. أجدد الترحيب بضيفي استاذ علي حجازي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي. أهلا وسهلا بحضرتك استاذ علي. أهلا وسهلا فيك. طيب لنفوت اليوم بالمستجدات الأمنية والسياسية بقطاع غزة وسنصل إلى الجبهة اللبنانية. الإعلان قطر عن التوصل إلى اتفاق هدنة لخمسة أيام. إسرائيل برأيك أرغمت على القبول بهذه الهدنة وكيف بتقراها استاذ علي لناحية التبادل وتفاصيله؟ إذا برجع أنا للخطاب للمسؤولين الصهاينة مع بداية انطلاق الحرب على غزة كان العنوان استعادة الأسرى سحق حماس. كانوا يتحدثون عن حرب مفتوحة لن تنتهي إلا بسحق حماس وإنهاء وجود المقاومة في غزة. ضرب البنية العسكرية لحماس، منع من إطلاق الصواريخ، منع من إعادة عقارب الساعي للوراء. هلأ خلينا أول شيء نتفق على شيء. كل تحليل بعد 27 هو تحليل لما طرأ بعد 27. أما نتيجة المعركة فهي انتهت ب 27 أول. الحرب بدأت في 27 أول وانتهت في 27 أول. كل محاولة الصهاينة لإعادة ترميم صورة هذا الكيان أولا أمام مستوطنيهم ثانيا أمام العالم محاولة لن تجدي نفعا. لا قتل المدنيين ولا استهداف المدنيين ولا استهداف المستشفيات ولا استهداف الكنائس والجوامع والمدارس والأطفال والنساء والشيوخ يصنع انتصارا ولا كل محاولات الفبركة. يعني الاستخبارات الصهيونية مش بس فشلت ب 27 فشلت أيضا بمستشفى الشفاء
صحيح. لما رفعت عنوان طويل عريض حول المعركة حول مستشفى الشفاء، وصلوا إلى مستشفى الشفاء، ماذا كانت النتيجة؟ أين هم قادة حماس؟ أين هي الأنفاق تحت مستشفى الشفاء؟ طبعا. أين هم الأسرى المحتجزين في مستشفى الشفاء؟ أين هو الانتصار في مستشفى الشفاء؟ علما أنه وقفونا 7-8 أيام، وقفوا العالم كلياته سوا بانتظار وصولهم إلى مستشفى الشفاء. صحيح. وبالمناسبة الصهاينة بعدهم عم يدخلوا بمناطق قريبة إلى الشاطئ لا يوجد فيها أنفاق. المحرقة للصهاينة بعدها بزيتون، بالشجاعية، بجباليا. نعم. هونيك المحارق الحقيقية. الدخول من خط البحر سهل، أولا منطقة مفتوحة، ثانيا طبيعة المنطقة لا تسمح بوجود أنفاق في هذه المنطقة. طيب ردوا شيء أسير الصهاينة بالقوة؟ لا. قتلوا أحد قيادات حماس العسكريين الأساسيين؟ لا، مع تقديرنا لدم كل الشهداء، وأكيد طبعاً في شهداء مقاومين طبعاً، ولكن كانوا بنك الأهداف الإسرائيلية، بنك الأهداف يعني الإسرائيلية، يحيى السنوار محمد الضيف وصلوا لحدا منهم. طيب نجحوا في منع حماس من إطلاق صواريخ تطال حتى تل أبيب، أول امبارح كانت حماس تقصف تل أبيب. صحيح. نجحوا بالدخول البري السريع إلى داخل غزة؟ لا. اليوم الحديث وصل إلى 300 آلية بين ناقلة جند ودبابات أصبحت معطوبة. صحيح. إذن إسرائيلي بلش ينزل عن الشجرة، بس لا تنتظروا نزولا سريعا، لأن هذا النزول عم يحصل من حدا آكل كف حتى اليوم ما قدر يستوعب تبعاته. يعني بده ينزل معتقد بثمن كتير عالي، لأنه آخر شيء راي على لجنة التحقيق تشبه لجنة فينوغراد، وراي على حقائق صنعت في 27 أول تهدد مستقبل هذا الكيان أو تحسم عدم إمكانية بقاء هذا الكيان وتحسم هوية المنتصر في المعركة الكبرى يلي آتي لا محال في يوم من الأيام. وبالتالي بلش هلأ الحكي عن 5 أيام. نعم. وهناك أيضا حكي أنه إذا استمرت حماس بإطلاق سراح المدنيين وفق التسويات التي ستعرض قد يتم تمديد الهدنة. هون الإسرائيلي بده يقعد ويفكر. هو يعرف جيدا ماذا خسر داخل غزة، وهو يعرف جيدا ماذا يواجه في غزة، وهو يعرف كم كبير عدد الخسائر التي يتكبدها بالمعركة في غزة، وبالتالي هو من عليه أن يقدر جيدا ما هو مستقبل عمليته العسكرية في غزة. وإذا كان هلأ المجتمع الدولي حتى الساعة يمارس نوع من التغطية العمياء للحرب الصهيونية على غزة، بلحظة معينة بده يجي قال له ستوب. هذا السيناريو حضرانينه نحن بال 2006، السيناريو نفسه، بس هذه المرة بساحة مختلفة وبجنون صهيوني مختلف وبمعركة يعني 27 كمان غير مسبوق، لم تكن بسيطة، قد تكون الأقوى من ال 73. نعم. إذن أنا أراهن على أنه بهيدي المرحلة الهدنة يلي قد يتم إضافة عدد أيامها، صهاينة بدهم يستمعوا إلى لغة العقل من حدا، وبدهم يعيدوا تقييم مسار العملية العسكرية. وبذات الوقت الأكيد أنه الأهم هو دخول المساعدات الناس بوضع نحن لا ننكر أبدا أنه الناس بوضع إنساني وجدا معقد وصعب، لأن حجم الحرب والارتكابات الصهيونية وحجم المزاجزر وحجم الدمار وقطع المياه والكهرباء والنفط والأدوية أسهم في خلق ظرف إنساني كتير معقد في غزة. صحيح. وبالتالي لابد من أن الناس تلقط أنفاسها. بس شو المهم بالموضوع؟ أنه حماس والجهاد ألزموا الصهاينة أنه بدك أسرى، بدك تروح على وقف إطلاق نار، بدك تروح على هدنة. شروطها 1-2-3-4. قد يناقش البعض بموضوع الصفقة انه 50 مقابل 300، بدك تنتبه لشغلة،
هنا نتحدث عن صفقة تبادل المدنيين. صحيح. الصفقة الكبرى إلى علاقة بتبادل العسكريين. يلي يعني هون حتى الدول اللي عم تعمل وساطة لم تدخل بهيدا هذا لاحقا يبحث لاحقاً. لأنه أسمانه اللي بده يدفع الإسرائيلي كتير كبيرة. صحيح. إذن هذا الوقف لإطلاق النار بداية إعلان بأنه فاتوا الإسرائيليين بالحيط، بداية إعلان أنه هيدي الأسقف العالية تبع المجانين الذين يتحكمون بمسار السياسة الإسرائيلية في المرحلة الأخيرة، هذا سقف لا يمكن لأحد أن يحقق فيه نتائج. لا سحقت حماس، ولا قتل محمد الضيف، ولا قتل يحيى السنوار، ولا اعتقل قيادات من المقاومة، ولا حصل نوع من عدم قدرة المقاومة على إطلاق النار المباشر من مسافة صفر. صحيح. البارحة الجهاد الإسلامي تعلن في بيان رسمي لها، وأنا أصدق ما تقوله كل حركات المقاومة. نعم. لأنها ليست مضطرة إلى خلق وقائع تشبه الوقائع اللي خلقها الصحاف بحرب العراق، ووضعنا أمام حقيقة الخسائر يعني يعلن عنها يعلن عنها، والانتصارات يعلن عنها. وأعتقد أنه كل مسار عمل الحركات المقاومة في المنطقة دائما يدلل على المصداقية فيما تقول. أعلنت الجهاد الإسلامي البارحة أن هناك مجموعة من مقاوميها دخلوا إلى منزل يتحصن به 3 جنود مع مجندة، يعني 4 جنود صهاينة، وقاموا بقتلهم من مسافة صفر. أن تنجح المقاومة حتى تاريخ اليوم بإصدار فيديوهات وإيصالها، صحيح، ومنتجتها، والإشارة إلى أن المعارك على مسافة صفر، هذا تدليل على أن المقاومة لا تزال صامدة. طيب. أنا أقول بشكل واضح، نعم، مشكلة المقاومة هي بكم المجازر التي يرتكبها الصهاينة، مش بالمواجهة العسكرية. هذا مستنقع، هذا مستنقع ما حدا بيقدر يخرج منه، ما حدا بيقدر ينتصر فيه، ولا جيش في العالم. هذا مشهد فيتنام جديد. نعم. طيب استاذ علي، يعني حضرتك ذكرت انه نتيجة 27 يعني انتهى في 27، ولكن ما يحصل حتى اليوم مجازر. من 47 يوم هو يعني ردود فعل انتقامية من جيش الاحتلال. نعم. كنا رايحين على محل عميل قال انتهت القضية الفلسطينية. كنا نتهم بأنه الحديث عن فلسطين هو خطاب خشبي. أنه وين بعدكم؟ كان المطبعين وأبواق المطبعين يحتفلون في كل يوم بدخول مسار جديد من مسار دولة في مسار جديد من مسارات التطبيع. كان الحديث عن صفقة القرن، كان الحديث عن إسقاط قضية فلسطين من وجدان الشارع العربي، كان الحديث والرهان على أنه مشروع المقاومة انتهى، كان الرهان على أن الجيل القادم في فلسطين والجيل القادم بالشارع العربي ليس جيل فلسطين. أسقطنا من ذهن كل هؤلاء فلسطين وقضية فلسطين. نعم. اليوم صنعت إسرائيل بحربها القذرة وبإجرامها الغير مسبوق على غزة جيل من المقاومة أضعاف مضاعفة عن الجيل الذي سبق، وعلى امتداد العالم العربي، وحتى يعني بعض دول الغرب، على امتداد العالم كله. صحيح. كشفت إسرائيل للغرب إجرامها، وصنعت مواقع التواصل الاجتماعي الفرق. صحيح. لأن لم ينجح الإعلام الموظف، هذا الإعلام الذي يظهر مشاهد استهداف الصهاينة لبعض البيوت في جنوب لبنان، ولا يظهر استهدافات المقاومة اللبنانية للمواقع الصهيونية، علما أن هذا الإعلام يدعي أنه إعلام مقاومي. قد يكون نجحوا في السيطرة على الإعلام المتلفز على مستوى CNN وغيره، ولكن أين هم من مواقع التواصل الاجتماعي التي صنعت الفرق وكشفت لهذا العالم كله أن هذا الكيان كيان مجرم؟ نعم. وشاهدنا مئات الألاف يتظاهرون في عواصم غربية. نعم. في مشهد غير مسبوق يقال منذ الحرب على العراق. بدي ارجع للنقطة الأهم. نعم. بس يعني اليوم قتلتم يمكن 20,000 فلسطيني، بس صنعتم 100,000 مقاوم في غزة. صحيح. وصنعتم مئات الملايين أو عشرات الملايين العرب الغاضبين. نعم. وفي شيء مختلف، أنت كنا نحلم أن يكون في العراق
شعب يناشد ويتوجه إلى الحدود ويطالب بفتح الحدود. أينما أين كنا نحلم بأن تكون اليمن نعم. شريك في الحرب على هذا الكيان؟ وإن كنا نحن نتخيل أن هناك من يملك جرأة اتخاذ القرار باستهداف القواعد الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا. وبالتالي في شيء تغير، في شيء تبدل، هذه القضية رجعت إلى قلب وجدان الشارع العربي. في حدا بيجي بيناقش اليوم حول الخسائر؟ ما في حرب ما فيها خسائر طبعا. حول جدوى هذه العملية وبيحاول يسخف وإنه مدري شو مدري شو. طبعا هذا النقاش يحصل وجميعنا نتناقش نعم. بس ولكن علينا أن ننطلق في أي نقاش من حقيقة راسخة نعم. أن المقاومة سيدة الأحكام في فلسطين، وأن السلاح هو الذي يصنع مستقبل فلسطين، وأن هذا الصراع مع العدو الصهيوني لا ينتهي لا بصفقة قرن ولا بتطبيع. وهودي المطبعين اللي طبعوا أو اللي لاحقا بدهم يرجعوا يطبعوا شوهت وجوههم وباتوا خجلين أمام الشارع العربي يلي يبدو الجزيرة هيدي المرحلة ما إلها مصلحة تقول له ننزلوا إلى الشوارع، ابقوا في الشوارع، وما إلها مصلحة تطلع لنا مشايخ يفتوا على الهوى، ولا إلها مصلحة تسمينا كل نهار جمعة بمسمى معين، تحدثتنا عن جرائم معمر القذافي وحرضتنا على معمر القذافي وصحيح، وحدثتنا عن النظام المصري وعن التونسي وعن، بس لما وصلنا لفلسطين ما بقى عندها شيء جزيرة تخبروا للشارع العربي وتقول لهم نهار الجمعة انزلوا إلى الشوارع، هيدي جمعة طوفان الأقصى، وهيدي جمعة نصرة أطفال غزة، وهيدي جمعة نصرة رام الله، وهيدي جمعة جنين. هودي القاموس تبع الجزيرة ما بقى يحملهم. ليه؟ لأنه هون في إسرائيل. لو في تدمير للجيش العربي السوري، لو في تدمير لمقدرات سوريا، لو في تدمير لمقدرات أي دولة عربية، كانوا بتشوفيهم مثل البلبل. طيب يصير عندهم أفكار واختراعات. للأسف نحن أمام من يحاول أن يشوه ويزور التاريخ. بس هيدي القناة يعني إنصافا للي عم تحكي عنا اليوم، أنت مضطرة تنصفيها. لا أنا عم بحكي من منطلق لا سياسي. لا لا بعرف بيب، يعني بالحرب السورية كان لها موقف، عم نحكي اليوم هي تنقل ومن يعني كل الزوايا في فلسطين إلا في المجازر الإسرائيلية. يا ستر بس نتفق على شغلي. نعم لا مش بموضوع لا 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 مش انت اخر شيء انت إعلامية ما يلزمك لا في يعني كمان استهداف يعني عائلة الزميل وائل أكيد وشيرين أكيد ابو عاقلة قبل الشهيدة صحيح. انا ادعو كل مشاهد عربي الى متابعة تغطية الجزيرة لما يجري في جنوب لبنان. انت عم تحكي على هاي الجبهة مثلا. انا في احدى المرات عم بتطلع قبل ما نحكي عن ما اللي بثته، أدعو إلى متابعة ما يكتبه أتباع محور تركيا قطر. هاي واحد. وهم بالمناسبة عندي سؤال، هذا خليفة المسلمين رجب طيب أردوغان يلي كان بده يخلصنا، وأنا أتمنى تعطيني هيك تفضل ثانية تفضل للتدليل، ماذا خاطب وزير خارجية رجب طيب أردوغان أحمد داود أوغلو لأردوغان؟ قال أحمد داود أوغلو: الرئيس الذي قال في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني نحن لا ندين لإسرائيل بقول الحقيقة، أهنئك على موقفك الخطابي. أهم شاعر ومحلل سياسي في هذه الحرب هو رجب طيب أردوغان، أهم شاعر ومحلل سياسي هو رجب طيب أردوغان، وكان بلحظة من اللحظات بده يحكم الأمة العربية، نعم. بده يعملوه خليفة المسلمين. ولكن عندما ننظر إلى موقفك العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي. إن لم نكن مدينون لإسرائيل فلماذا تستمر شحنات النفط من جيهان إلى إسرائيل؟ لماذا تستمرون في إرسال المواد الغذائية والإسمنت والحديد الصلب إلى إسرائيل؟ عار عليكم إذا استمر شحن الوقود الذي تستخدمه الطائرات الإسرائيلية من طرفنا، عار عليكم إذا كان زاد جنود إسرائيل يأتيهم من عندنا. بيطلع لك واحد مطبع بيقول لك وين سوريا؟ وين حزب الله؟ وين المقاومة؟ وين محور المقاومة؟ وين إيران؟
نعم. وين العراق؟ وين اليمن؟ وأضف إلى ذلك حتى ما ننسى الفكرة اللي كنت عم بقولها، عم تابع هيك كنت على الجزيرة، عرضوا مشاهد الاستهدافات الصهيونية لبعض البيوت في جنوب لبنان، عرضوا المشاهد كاملة. يومها كانت المقاومة عارضة مشاهد لاستهدافات تجمعات جنود صهاينة، وحدة منهم تحت شجرة، اختفوا الجنود واختفت الشجرة بلحظة إصابتها. للأسف الجزيرة يبدو ما كان وصلها الفيديو. ليه؟ لأنهم يريدون إقناع الشارع، ما نحن بنقرأ أنه معركة حزب الله مع العمود. يا غبي يا غبي، الصهاينة بالاستهدافات اللي قامت فيها المقاومة لهذه العواميد هي حولت الصهاينة إلى جندي أعمى صحيح. على الحدود، ومن ثم بدأت معركتها مع المواقع. وإذا كان الإعلام العربي لا يريد لك أن تشاهد ما تقوم به المقاومة، ما بيكون مشكلة المقاومة، بتكون مشكلتك لأنك حاقد، لأنك تافه، ولأنك كنت تريد لهذه المقاومة وتريد لنا أن نسمح لداعش وجبهة النصرة ورجب طيب أردوغان وغيرهم أن يحكموا سوريا. بس تعرفي لو حكموا هن سوريا ما كان في جبهة اليوم في جنوب لبنان، لأن كان وراء دور سوريا دورنا، كنا سنقاتل في الداخل، كانوا سيمنعوننا من القتال على حدود فلسطين المحتلة من جهة جنوب لبنان. بس المشكل وين؟ ناس ما بدها تقتنع بحقيقة هؤلاء. يعني رجب طيب أردوغان، وأنا شاهدت صورة على أذربيجان، نبعث لهم طيارة استطلاع بيرقدار، نعم. بس على غزة نرفع لهم إيدينا تحية لكم يا شعب فلسطين. يا رجل طرد السفير الإسرائيلي إذا كنت رجل. بس هو بيهدد بقطع، يعني من بقطع إمدادات النفط. أنت نحن صرنا باليوم 47 46 كان النهار شي 26 يعني. إيه وبعد إن شاء الله إذا يعني بتعطيه مهلة شي 5-6 أشهر بيفكر بالموضوع. طيب كشفت على هذه الحرب، نعم. كذبة هذا الرجل. طيب على كل حال من هنا تأتي أهمية معركة غزة استاذ علي اللي عم تتفضل فيها. وهون حتى ما انسى، بتعرفي أهمية الرئيس الأسد بالمقاربة اللي لها علاقة بتركيا؟ شو قال هون؟ قال هون أنا بعرفه لرجب طيب أردوغان، هذا كذاب، أنا بعرفه، أنا كنت صديقه وبعرفه أنه كذاب. بس إن شاء الله العرب بعد شيء، مش بس العرب، اللي أطلقوا النار، بتعرفي أطلق النار بوقت كنا في لبنان نعاني مما نعاني من جوع وفقر وإلى ما هنالك، أطلق بملايين الدولارات نيران احتفالا بفوز خليفة المسلمين أبو بلال أردوغان، سموه بعلول أبو بلال. على كل طيب، نعم. لا يا نرجع شوي نلملم موضوعنا إذا سمحت. إذن برأيك سنكون أمام هدن ممددة استاذ علي؟ أنا رأيي إيه. وهذه الهدن الممددة تعتبر بمثابة التمهيد لوقف طويل لإطلاق النار، لكن لا يعني أن تسقط بين الحين والآخر. هلأ بتشوف هذا المشهد بالمرحلة المقبلة؟ المشكل أنه التقدير يحصل حينما تكوني أمام عدو يتحكم به المنطق والعقل. يعني الأمريكيين شو قالوا لهم للصهاينة؟ انتوا بدكم تحتلوا غزة؟ انتوا بدكم تديروا بعد احتلال هذا القطاع غزة؟ نحن متخوفين من الخطة. امبارح عبر وزير الدفاع الامريكي عن تخوفه من مشروع انه بعد الانتهاء من الشمال نعمل منطقة عازلة في الجنوب ونستمر بالعملية العسكرية بالجنوب. حبيبي انت بدك تحيد مليونين بني ادم من كل عقلك وتعمل عملية عسكرية وانه مفتكر هود الناس يعني لعبة شطرنج، انت بتقول لهم تعوا لهون بيروحوا لهون. الشمال حتى اليوم فيه 800,000 مواطن غزاوي. الشعب الفلسطيني حينما قيل عنه انه شعب الجبارين فعلا انه شعب الجبارين. وهذه النقطة بالذات يعني كانت المقاومة الفلسطينية خلال التفاوض حريصة عليها استاذ علي، ووردت انه السماح يعني بالتنقل بين الشمال والجنوب عبر طريق صلاح الدين اللي صرنا كلنا بنعرفه هو الطريق اللي بيصل كل الناس. صحيح. وهذا كان حريص عليه مسألة لأنها يعني لا تريد أن يعني يكون هناك أرض محروقة بمكان ما ولو جزئي بغزة. لذلك طيب. عودة إلى الفكرة، هودي مجانين لا يؤمن جانبهم. يعني نتنياهو لا يريد الدخول إلى السجن وبالتالي مستعد أن يحرق العالم حتى لا يدخل السجن، مستعد أن يخالف كل لغة المنطق التي يقولها العالم بأنه يستحيل سحق شعب
لما بتقولي سحق حماس والجهاد يعني سحق شعب. صحيح. لما بتقولي سحق حزب الله وقوى محور المقاومة بلبنان يعني سحق مليونين إنسان. شو هودي يعني المقاومين جايين من وين؟ طيب استاذ علي اليوم يعني البعض بيقول لك بكرة بدها تبلش تنفيذ هذه الهدنة. بكرة عم يقولوا ستة صباحا. ايه خمسة أيام 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150. بعدنا عم نحكي على مستوى الأسيرات والأشبال يعني صح الفلسطينيين. بمستوى المدني أساسا. صحيح. طيب وعنا 6 ساعات كمان وقف إطلاق نار بما فيها المسيرات. لا مش وقف إطلاق نار, وقف تحليق طيران بشمال إسرائيل. نعم. إطلاق النار هو شامل. صحيح. بس وقف تحليق الطيران والتجسس حتى بما فيها بجنوب غزة دائم. أما بشمال غزة فوقف تحليق الطيران والمسيرات كل يوم 6 ساعات لأن المقاومة تريد أن تحمي حركتها في المنطقة. ما بدها تخرج الأسرى لأن الأسرى كل يوم رح يطلع 10 ورا 10 ورا 10 ورا 10 مقابل 300 أسير فلسطيني. نعم. ما بدها تكون مكشوفة من وين عم تتحرك وكيف عم تتحرك. طبعا. وبالتالي فرضت 6 ساعات منع تحليق الطيران. هلا الإسرائيلي مصر على تحليق الطيران فوق شمال غزة لأن باعتقاده أن حماس ستستفيد من هذه الهدنة لإعادة استجماع قوتها, وكأنه يعني حماس فقدت السيطرة أو كأنه حماس هزمت وأنه هلا ما بقى عندها سلاح وبالتالي بدها بس هدنة لحتى تجمع سلاح. وهذا يدلل على منطق الضعيف, على منطق المهزوم اللي اسمه الإسرائيلي في هذه المعركة. في حدا مفتكر بيسألك كيف انتصرتم؟ طبعا كيف انتصرتوا يا زلمي؟ ما دمرت غزة يا زلمي. حبيبي المطلوب من المقاومة أن تصمد. نعم. مش مطلوب منها أن تزيل إسرائيل من الوجود. لمجرد أن يكون لدى المقاومة قدرة على إطلاق قذيفة ياسين 105 على دبابة يعني هذه المقاومة انتصرت. تكلفة عالية, دمار كتير. بكرة خلينا نشوف كمان بعملية إعادة الإعمار من سيتكفل بالإعمار من هيدي الدول اللي تبيع فلسطين أوهام وأشعار وشعر. هينة غزة يعني قطاع صغير. هي 360 كيلومتر بس نسبة الدمار عالية. عم ينحكى حتى تاريخ اليوم عن 42 ألف شقة سكنية عدا عن تدمير البنية التحتية وتدمير المؤسسات ومدارس المؤسسات والجامعات والمدارس والمستشفيات. كمان نشوف كمان على المستوى النفسي الأطفال وفي عنا كم هائل من الأيتام أستاذ علي. يعني كمان في مؤسسات دولية بدنا نشوف هالمرة كيف تتعاطى بأي إنسانية مع الأطفال الأيتام اللي صاروا بمستشفى الشفاء. بختك سؤال ذكرتني على سيرة المؤسسات الإنسانية. جماعة الانجيوز بلبنان ليش ما نزلوا ضو شموع تضامنا مع غزة؟ ليش ما نزلوا ضو شموع تضامنا مع فلسطين؟ جماعة الانجيوز كان إذا واحد أكل كفين بسوريا ينزلوا يعملوا مسيرة تضامنية ويولعوا شموع و... ليش ما شفناهم للانجيوز الإنسانيين المفرطين في الإنسانية على ساحة الشهداء عم بيضو شموع تضامنا؟ أو بتاكلوا بهدلة؟ أكيد بتاكلوا بهدلة. بينقطع عنكم هلا بركي إذا سمعوه إمداد المال اللي عم تسرقوه. أنتم ما فيكم. لذلك هون نرجع للبنان. هودي هن البديل المطروح. شوفي قديشهم دجالين, شوفي قديشهم كذابين, شوفي قديشهم منافقين, شوفي قديش تاجروا بالإنسانية. ولما إجا الاستحقاق الإنساني الأكبر بتاريخنا المعاصر خرسوا الانجيوز, سكروا تمامهم. بطلوا يعرفوا يتظاهروا, بطل يعرفوا يعملوا اعتصامات. هذا مشروع إسرائيلي بغطاء مدني. من هذا المنطلق نحن لازم نواجههم. نعم. بس بدك من يسمع, بدك من يصدق. يا خي أنا ذكرهم بعشرات الاعتصامات اللي إنه هن الإنسانيين, أو لما كانت الحقيقة بالمرفأ تزور لجهة اتهام المقاومة واتهام سوريا كانوا إنسانيين ومع أهالي شهداء المرفأ, وأكيد كلنا مع أهالي شهداء المرفأ. أما هلأ بطل تستفزوا مشاهد الأطفال في فلسطين. وأنا بقول لك يا ليتها الحرب بين المقاومة وهذا الجيش ما فيها مدنيين. صحيح. لأن من يصنع الفرق في ذهن الناس أنه هذه العدو أنه عم ينتصر هو قتل المدنيين. يا ريت ما فيها أطفال. أما نعم كل واحد اليوم موجود في جنوب لبنان سواء كان من حزب الله أو من حركة أمل أو من حزب البعث أو من الحزب القومي أو من أي الجماعة الإسلامية أو أي مواطن في الجنوب هو استشهادي. نعم. بس
شباب المقاومة تحديدا كل واحد منهم موجود على الحدود هو عارف نفسه انه هو حينما غادر منزله قد لا يعود بتاتا لانه الحرب هذه المرة مختلفة. صحيح. طيب نحن هيك هني كيف هني وين هون هني شو عم يعملوا ولا شيء. بدي ارجع للتصريح اللي قلتي انه وزير الدفاع قالن. الاسرائيلي حول موضوع انه سيحول جنوب لبنان الى شمال غزة وبيروت، يعني لا تدمر بيروت من اجل طهران، وستدمر تل ابيب وستدمر المدن الصهيونية وسيدفعون اسمانا كبيرة وستدخل المقاومة الى الجليل الاعلى وسيدخل عشرات الالاف من المقاومين. على كل حال امبارح كان في استهداف لمركز، يعني مركز مهم اسرائيلي بالجليل. بالمناسبة ما يجري على الحدود حرب حقيقية لن أتحدث أنا عنها ولا مطلوب من أي حدا يطلع يتحدث عنها. بكرة بس تخلص الحرب اتركوا الصهاينة يحكوا عما جرى على حدود جنوب لبنان. مثل ما حكيوا ما تنتظروا نديم جميل وسمير جعجع وسامي جميل وبولا يعقوبيان وهو شو بتكون فيهم. هو بيحكوا ليقبضوا. انتظروا صهاينة يحكوا حقيقة ما يجري. بس بالمناسبة بالرغم من كل ما يجري هو لا شيء أمام ما أعدته المقاومة في أي حرب كبرى مع العدو. الجليل الأعلى بحكم الساقط عسكريا. شو في الفرق؟ بس في حدا ما بده يقتنع وفي حدا ما بده يشوف وفي حدا ما بده يسمع وفي حدا منطلق من خلفية حاقدة على المقاومة وبالتالي يريد أن يقنع نفسه بأنه لا مش صح. أين أهل الجنوب؟ في الجنوب، صح ولا لا؟ صحيح. إلا باستثناء المناطق اللي هي على خط الإشتباك، حتى لا يقال بلا في ناسحين. صح، في ناسحين على خط الاشتباك الأولي، إجبار الناس تحيد نفسها ومصلحة المقاومة، والمقاومة قالت لهم أنه حيدوا لأنه هيدي منطقة عمليات صحيح. عسكرية حتى لا تربك بموضوع المدنيين. بس أين مواطني 43 مستوطن إسرائيلي الذي سابقا كان هناك من يقنعهم انه انتم بامان؟ بعد ما بلشت المقاومه، بعدها ما بلشت الحرب، كانوا هودي هربوا. صحيح. واليوم ماذا يقولون؟ لن نعود قبل سحق حزب الله. صحيح. وبما انه الشباب بيفهموا بالاقتصاد، مع انه اقتصاديين ليبراليين هني فهمانين بيفهموا الاقتصاد، بيحكي فؤاد السنيورة بالاقتصاد من خلفية، وبيرشحوا جهاد أزعور كاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيحكوا بالاقتصاد والعبور إلى الدولة. نعم. يروحوا يقروا حجم الخسائر الإسرائيلية الاقتصادية. هذا الكيان سينهار اقتصاديا وماليا. وبالتالي لمن لا يعرف جدوى المقاومة رح قل له ليه، لأنه أنت منسوب الكرامة عندك منخفض. طيب. ما رح نعذب حالنا ونناقشك. استاذ علي، بدي كفي اكثر بالجبهه اللبنانيه والحديث عن دور ايران اليوم مثل ما قلنا في زياره وزير الخارجيه. نعم. بعد الفاصل مشاهدينا، فاصل قصير ونعم. مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الاخير من السياسه اليوم. اجدد الترحيب بحضرتك استاذ علي حجازي. استاذ علي، كنا نتحدث عن الهدنه، مفاعيل الحرب على غزه. طيب ماذا عن لبنان؟ أول شيء هذه الهدنة ستسري على الجبهة الشمالية الفلسطينية. الأرجح هيك، يعني الأرجح هيك. لا بس ولكن ليس قبل أن يغلق الحساب. المقاومة في لبنان عندها قرار واضح، إغلاق الحساب، ممنوع شيء يضل مرحلة لاحقة. نعم. بما أن جبهة ضاغطة إلى جانب المقاومة في فلسطين، بعتقد أنه بس توقف الجبهة في فلسطين بتوقف بداخل فلسطين، بتوقف هذه الجبهة. ولما بتنطلق المعركة تعود وتنطلق. والجيد في الموضوع أن الحزب علنا يقول دعما للمقاومة في فلسطين وأهلنا في غزة. ماذا تتطلب هذه المعركة سيقوم به؟ ما قلت سابقا بجابولة، ما حدا خجلان، نحن عم نقاتل لأجل فلسطين. ونحن في حزب البعث العربي الاشتراكي أعدنا تشكيل فصيل قوات البعث، وهو فصيل مقاومة مسلح حتى تزعجون أكثر. هلأ في الجنوب يتواجدوا الشباب في إطار دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان. وأنا أدعو كل أحزاب المقاومة إلى أن تعيد ترميم جهازها العسكري المقاوم
لأنه المعركة الكبرى قادمة لا محال. وهذا اللي بدي أسألك عنه. إذن نحن يعني اليوم المنطقة تسير في مسار معركة بعدة جولات، يعني اليوم هذه الهدن لو أعلنت فيها وقف إطلاق النار يمكن أن تسقط. يعني حضرتك عم بتقول هيدا عدو مجنون، بقيادات اليوم مجنونة، يمكن أن تسقط. ولكن يعني بمعلوماتك بلقاءاتك وبتحليلك، اتخذت القرار اتخذ من أجل تحرير كامل فلسطين استزعلي، وحضرتك تفضلت بالموازاة أنه إسرائيل اليوم تتحلل وتنهار. هلا مش عم نحكي بكرة ولا يعني المدى المنظور، ولكن القرار بتحرير فلسطين اتخذ، قرار تحرير فلسطين متخذ. نعم، لا بعد هذه المعركة اللي اجت قياس على هو متخذ يعني. هذه المعركة صنعت المشهد الأول في مشروع التحرير الكامل. نعم، يعني لا تراجع بعد. وارتدادات هذه المعركة على الداخل الإسرائيلي ما رح تكون مسحة، سنشهد حركة الترانسفير إسرائيلي. نعم، وقدرة المقاومة على الصمود وحجم الخسائر الإسرائيلية على المستوى الآليات وغير الآليات وإرباكه بالدخول إلى غزة. نعم، وكسر صورة الردع الخاصة فيه والتدليل على حجم فشل الاستخبارات عنده وإضعاف صورته أمام الرأي العام العالمي وحتى أمام شعب هذه المنطقة وأمام محور المقاومة، يسهم في تسريع معركة التحرير الكبرى. هذا أول كف في معركة التحرير. 27 هو التقويم الأولي لمشروع التحرير الكامل. يعني 27 هو تاريخ جديد في الصراع العربي الإسرائيلي. نعم، كيف في عنا 26 العبور، كيف في عنا تحرير 2000، كيف عنا تحرير قطاع غزة، كيف عنا حرب تموز 2006، محطات على بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. 27 هو محطة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، بس ولكن محطة تؤشر إلى بداية نهاية هذا الكيان، إلى الزوال. نعم، يعني نتائجها رح نقرأ عنها كتب كتير. عملت ارتدادات، إلها يعني ارتدادات ضخمة، ودللت أهم شيء، دللت على شغلي. وين صفقة القرن؟ أسقطت. وين مشروع التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وهذا الحكي كله ياتو سوا اللي كان ينحكى على أنه خلصنا، يلا عم ناخدهم دولة ولا دولة ورا دولة ورا دولة، خذ اللي بدك إياه. لطالما لبنان وسوريا والعراق واليمن ما أخذت هون، يعني أنت ما أخذت حدا. وبالتالي نعم، قرار التحرير. وحكي السيد نصر الله، معروف عن السيد نصر الله أنه لا ينطق لينطق. صحيح، وكل كلمة بيقولها السيد نصر الله لها أسبابها وخلفياتها ومقصودة وليست عابرة. حكي قال السيد ليس الآن موعد معركة التحرير الكبرى، ولكن يعني هذه محطة في طريقنا إلى معركة التحرير الكبرى يلي نحن عم نراكب خبرات وقدرات حتى نخوضها. نعم، نعم. طيب، هل اليوم برأيك الحل السياسي سيكون كمان أيضا بشروط المقاومة الفلسطينية؟ لأنه سمعنا الأمريكيين يتحدثون كثيرا عن ما بعد حرب غزة، حتى يعني كان في اقتراحات بأكثر من اقتراح، إما إرسال قوات متعددة الجنسية، إما أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها ليس فقط يعني بالضفة الغربية وأيضا بقطاع غزة. هل برأيك هذه السيناريوهات ستفرض على المقاومة، لسيما اليوم أستاذ علي يعني البعض يقول أنه كمان قطاع غزة مدمر، قطاع غزة يعني بحاجة لإعادة إعمار، أنه إذا اليوم هل أدي المقاومة الفلسطينية ترفض الخيارات السياسية، طب أنه كمان الناس بدها تسكن بشو؟ سنصل إلى تسوية، ولكن تسوية تحفظ المقاومة وتحفظ انتصار المقاومة. تسوية غير مزلة، يعني لا تشبه التسوية التي كان يريدها فؤاد السنيورة بال2006. تسوية تشبه التسوية التي قبلت بها المقاومة في لبنان عام 2006. نفس السيناريو، نفس المشهد. رح تقبل مثلا ممكن اشراك اعادة يعني تفعيل الدور المصري بالاشراف على القطاع؟ لا اعتقد ان المصريين وافقوا،
وهم أبلغوا من يجب إبلاغه أنهم هني غير موافقين. هلأ ملحم رياشي قال حسبوني من هون لعيد الميلاد أنه في قوات فصل عربية مصرية. هلأ منين مصادر معلوماته بدك تشوفه، بس العدو بيحكي هذا المنطق يعني نفس الوتيرة. لا أعتقد أنه المصريين قابلين لمثل هذه الفكرة، ولا أعتقد أنه هناك قبول لدى أي جهة عربية حتى الساعة أقله بالتورط بمثل هذا المشروع الذي يهدف إلى حصار المقاومة وسيخلق لاحقا إربكات كبرى. مشروع المقاومة في فلسطين ما انتهى، هن اللي عم يطرحوه هو تسكير باب المقاومة بغزة. هذا الموضوع ما رح يصير، ولا حدا بيقدر يحدد له أفق، ولا حدا بيقدر يسكر الباب. مشروع المقاومة في فلسطين مستمر. هيدي المعركة أو هيدي العملية العسكرية التي جاءت في 27 أول مش هي مسك الختام، صحيح. طيب هي في الطريق، نعم، في الطريق إلى الختام النهائي بالحرب الكبرى. طيب مشروع التهجير سيستمر استاذ علي، لأنه اليوم كل المقالات كل التحليلات حتى يعني بالصحف الغربية الأمريكية تحديدا ومعاهد الدراسات تقول أنه العين يجب أن تكون على الضفة، يعني الضفة هي المكان اليوم الحار والمتفجر. ومن هنا جاء يعني تخوف الأردن، أرسل كتائب من الجيش، ألوية من الجيش على الحدود. معركة التهجير أو شرط التهجير هذا سقط بالأيام الأولى للحرب. لذلك صاروا الصهاينة عم يحكوا هلا عن منطقة عازلة داخل غزة بجنوبها، لأنه هني عارفين أنه مسألة التهجير لا الفلسطينيين رح يفلوا ولا حدا من الدول العربية التي تم البحث معها. يمكن الخط الأحمر الوحيد اللي عملوه العرب الحمد لله هو أنه قالوا ممنوع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وطبعا بالنسبة للضفة الرهان كبير على الضفة. الضفة قادرة على الإشغال، الضفة قادرة على الانتفاضة، والانتفاضة تصنع إرباكا إضافيا للصهاينة. هني مربكين بغزة ومربكين على جنوب لبنان ومربكين بالضفة، ويا ريت هون كان عندنا دول عربية أخرى مثل ما هني مربكين الأمريكيين بسوريا وبالعراق يربكوهم بالأردن وبمصر وبكل الأماكن التي يتواجدون فيها، ويا ريت الشعب العربي بقي في الشوارع لأيام طويلة مهددة مستقبل الأنظمة الأمريكية في المنطقة مسمات أنظمة عربية حتى يقدر يصنع تحول سياسي يسهم بالوصول إلى وقف إطلاق نار. أنا رأيي حتى الساعة يعني المشهد معقد، وهناك يعني خليني أقول مش تناقض، هناك اختلاف كبير في وجهة نظر المقاومة مع وجهة النظر التي يسوقها الصهاينة ومن خلفهم أو من أمامهم الأمريكيين. لأن بالمناسبة المقاومة اليوم لا تخوض حربا مع الصهاينة، الحرب مع الأمريكيين، الحرب مع الصهاينة، والحرب مع كل دول العالم نفسها اللي تآمرت على المقاومة في لبنان اليوم تتآمر على المقاومة في فلسطين. فما تطرحه المقاومة بمحل بعيد جدا عما يفكر به الصهاينة. الصهاينة عم يحكوا عن ختام المعركة في غزة وعن انهاء وجود المقاومة في غزة وعن انه ما بقى يقبلوا ان يكون هناك مقاومة في غزة، بس كيف بدهم ينفذوا هذا الموضوع ما حدا بيعرف. بعده يعني بعد يقلق الامريكيون اليوم الجبهة اللبنانية استاذ علي، يعني خصوصا اذا شفنا انه يعني تحرك على مستوى الرئاسة الأمريكية تجاه لبنان، تجاه الحكومة اللبنانية، هوكشتاين في تل أبيب في الأراضي المحتلة، وأيضا خلينا نقول بالمقابل ما حكينا عن زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان. شو هيدا الحراك على هيدا المستوى العالي؟ الجبهة اللبنانية تشكل قلقا مش بس للأمريكيين، لكل مناصري الصهاينة، وهذه الجبهة ستبقى تشكل قلقاً لسيما أن وتيرة العمليات فيها تصاعدي، وهذه الجبهة مرشحة أن تتصاعد فيها الأعمال العسكرية بأي لحظة. ومصير التصعيد فيها مرتبط بمصير المعركة في غزة. إذا راح الإسرائيلي إلى حرب مجنونة على القطاع وقرر أن يجتاح القطاع بالمطلق أو أن يحاول هزيمة حماس أو أن يستكمل هذه الحرب الطاحنة على حماس، أكيد أن الجبهة اللبنانية وكل الجبهات ستكون مصدر مش إزعاج، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. لا أحد يستطيع أن يحدد الاحتمالات على الجبهة اللبنانية، ولطالما ما حدا قادر يحدد سيبقى الأمريكي قلقا من هذه الجبهة. لذلك هو كان حريصا
منذ 27 أول على إرسال تهديدات ورسائل وتطمينات ومحاولات يمينا وشمالا لمنع فتح هذه الجبهة. أما بالنسبة لوزير خارجية إيران معروف أنه إيران هي الأساس في هذا المشروع اللي اسمه مشروع المقاومة. عم يضل عنده جولات لأنه إيران هي الأساس. يعني أنا عندي قناعة لولا إيران وسوريا لما كنا في لبنان ولا كنا في فلسطين قادرين على المقاومة. حصار إيران وتدمير سوريا سبب الموقف من المقاومة. كل عدا ذلك هو حكي فاضي. لا يطعم خبزا ولا ننتظر من حدا يعطينا هيدي المعلومة أو يثبت لنا هذه الحقيقة. الأساطيل الأمريكية أتت من أجل جبهة لبنان ورسالة إيران. إيران سوريا لبنان اليمن العراق فلسطين. نعم أكيد ما أجت كرمال سمير جعجع وفؤاد السنيورة والنواب ال 13 هني كمان مش عم يدعوا هيك طبعا أسطل الماي ببيروت يعني هني مش عم يدعوا هيك طيب هني مش عم يقولوا إجوا كرمالنا هني معتقدين أنه السياسة الأمريكية لك بمرة من المرات هودي المجانين اعتقدوا أنه بوش ما بينام ليطمن عليهم. على كل حال اليوم يعني المهم هو انتصار غزة. هيدا العنوان الذي وضعته يعني وضعه محور المقاومة ويعمل عليه استاذ علي. ويعني كما قال الأمين العام لحزب الله أنه يعني الميدان هو الذي يعني يتكلم. صح. في مراقبة ومواكبة اليوم لحركة الميدان في الأراضي المحتلة ويعني التحرك في المنطقة سيتصاعد أو يعني بيبقى بستاتيكو معين بناء على مسار المعركة في فلسطين يحدد مسار المعركة في بقية الجبهات. هيدا يعني التصعيد سيقابل تصعيد والهدنة سيقابلها هدنة ولكن لا يراهن أحد. بالمناسبة تعرف شو مشكلتنا هذه المرة؟ نعم. المقاومة اتخذت قرار الحرب بس الإسرائيلي جبان. يعني قبل 27 أول برأيك لو أطلقت المقاومة صاروخ واحد شو كانوا عملوا الصهاينة؟ طبعا كانوا دمروا اليوم المقاومة أطلقت مئات الصواريخ ومئات القذائف وقتلت عشرات الجنود والمستوطنين لأنه كان عنده قاعدة المدني مقابل المدني واستهدفت أغلب مش أغلب كل المراكز العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع فلسطين المحتلة. ما في شيء بينعمل إلا وعملته. شو مين اللي كان مردوع؟ الإسرائيليين. عادة الإسرائيلي لو كان عم ينقصف عليه هذا القصف كان يهددنا بماذا؟ كان صورة بمرفق بيروت مدري بمطار بيروت بده يعمل عليها حرب صح ولا صحيح. لا؟ صحيح صحيح. مين المردوع اليوم؟ مين الذي لا يريد حرب؟ نعم. المقاومة قامت بواجبها كاملا على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. لم تبقي موقعا لم تقصفه، لم تبقي تحركا عسكريا إسرائيليا إلا واستهدفته. نعم. لم تبقي حسابا مفتوحا مع هذا العدو إلا وسددته واستخدمت سلاحا أحيانا للمرة الأولى يستخدمت صاروخ بركان. نعم. وحولت كل المراكز الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية إلى مراكز غير قادرة لا على الرصد ولا على المتابعة. طيب من الذي لم يجرؤ على أن يوسع المعركة؟ صهاينة. ليه؟ لأنه مردوعين. بيجي واحد بيقول لك ليش الصهاينة؟ لأنه هن اللي بيتغنوا أنه هن جيش جبار. نعم. وقوة عظيمة ودولة. هيدي حركة مقاومة تبقى حركة مقاومة. نعم. وبالتالي يفترض أنه ما يكون عندها الجرأة على القيام بما قامت به. نعم. لما قامت فيه وما رد عليه بحرب طاحنة كانت خيمة رح تجرنا على حرب. صحيح. على كل حال نحن للأسف أستاذ علي يعني وقتنا انتهى. الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك ولتشريفك وعلى كل حال لحضرتك عم تختم فيه اليوم زميلنا عماد مرمى الكاتب يعني شيء عن التكتيك الذي تستخدمه المقاومة اللبنانية على الجبهة. حلو ينقرا يعني بنفهم شوي كيف هذا التكتيك لأنه وردا على اللي عم بيقوله شو عم يعني شو عم تنقروا تنقير يعني حلو هيدا المكتوب. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء.